يعني تكرارا، والسيد رئيس الجمهوريه سي عبد المجيد تبون وتكلم على هذا الشيء، قال لما المسؤولين يعملوا في المصلحه الوطنيه تو سكي كونسيرن لي سيناتور ولا لي بريز دو ديسيزيون، تكلم حتى مع اللقاءات ومع الولاد، قال لهم بروني لي ديسيزيون كيفو سيني وما تخافوش، لان هذا الشيء يصب في المصلحه العليا للبلاد. اليوم عندك تظاهره كبيره، راني معاك، انت لحقت في وقت حساس، ويعني احنا قلناها لك قبل حتى يعني بدايه الكلام. وانا لازم نخاف ولازم كل واحد يخاف.